أزمة كبيرة رجعت تاني ورجع الكلام عليها الأيام اللي فاتت ما بين الفنانة أيتن عامر والفنانة ريهام حجاج، وده بسبب مسلسل وكل ما نفترق. القصة بدأت من 3 سنين لكن الموضوع مخلصش، بالعكس ده فضل شغال في المحاكم، وأيتن عامر قررت إن هي مش هتسيب حقها، وده اللي أكدته في آخر لقاء ليها. فيا ترى إيه آخر الموضوع ده؟ تعالوا بينا نعرف. أيتن عامر ظهرت في برنامج سينماتك واتكلمت عن الأزمة بشكل واضح، وقالت أعتقد إن القضاء هيبقى ليه كلمته وأنا مش هسيب حقي، وأكدت إن هي مؤمنة تماماً إنها هترجع حقها، وإن الموضوع بقاله أكتر من 3 سنين في المحاكم ومش ناوية تتنازل ولا تيأس لحد ما تاخد اللي تستحقه. ووضحت كمان وقالت حقي رجع من ساعة الأزمة، وبما إنهم راحوا للقضاء وافتريتوا عليا فمن حقي إن أنا كمان أدافع عن نفسي لآخر نفس. الأزمة دي كانت بدأت سنة 2021 لما حصلت مشاكل في مسلسل وكل ما نفترق بين أيتن عامر وريهام حجاج، وبعد ما اتدخلت ريهام في شغل المسلسل وقررت إن هي تحذف مشاهد لأيتن عامر كانت ظاهرة فيها. التصرف ده خلى الأزمة تكبر والمشكلة وصلت وقتها للمحاكم، لحد ما القضية بقت حديث الناس والسوشيال ميديا كلها الفترة دي. الفترة اللي فاتت بقى الأزمة اشتعلت من جديد بعد ما المحامية إيناس البيطار اللي مسؤولة عن الدفاع في قضايا المسلسل عملت مزاح غريب على السوشيال ميديا. إيناس كتبت بوست على موقع إكس وقالت فيه عمر أيتن عامر ما كانت قمر بفلتر أو بدونه، وبالكلام ده هي استفزت أيتن، بس هي قدرت تمسك أعصابها وردت عليها بكل هدوء وقالت يا أستاذة إيناس عيب، ركزي في القضية أحسن من تويتر والكلام الفاضي ده. أيتن ما اكتفتش بالرد ده وقالت كمان معدنا في المحكمة وأنا واثقة في القضاء المصري اللي هيرجع لي حقي ويعوضني عن الظلم اللي اتظلمته في المسلسل ده. ومش بس كده، دي كملت كلامها وقالت كمان محامية مسلسل كل ما نفترق داخلة تهزر معايا، ركزي في القضية يا أستاذة. الأزمة كانت بدأت أساساً لما المخرج كريم العدل ومدير التصوير سامح الأمير والمؤلف محمد أمين راضي قرروا إن هم ينسحبوا من العمل، وقالوا إن السبب هو التدخلات الكبيرة من ريهام حجاج في شغل المسلسل ورغبتها في تغيير الأمور زي ما هي عايزة. المخرج كريم العدل بلغ أيتن إن مشاهد كتير من دورها اتشالت بعد تدخلات ريهام، وده اللي خلى أيتن تخرج عن صمتها وتقرر إن هي تاخد خطوة قانونية. أيتن دلوقتي أصبحت واثقة إن هي هتكسب قضيتها، وده ظاهر جدا من كلامها في اللقاء الأخير، وقالت إن هي شايفة إن اللي حصل معاها كان ظلم كبير وإن هي هتحارب لحد ما ترجع حقها، وكمان اتكلمت عن مدى احترامها وتقديرها للقضاء المصري وان هي متأكدة ان حقها هيرجع رغم كل المشاكل اللي مرت بيها. الجمهور دلوقتي بينقسم ما بين مؤيد لأيتن وبين مشجع لريهام، بس اللي واضح ان القصة دي لسه مطولة ومش هتنتهي بسهولة كده، والاكيد ان أيتن مش هتسيب حقها ورايحة للنهاية لحد ما تاخد اللي يرضيها، ومتابعين كتير مستنيين يعرفوا ايه اللي هيحصل في القضية دي ومين اللي هينتصر في النهاية.